على هامش القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار، يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن مراسل غد محمد الفنيش. إذا محمد، ما هي أهم الملفات المدرجة في القمة البريطانية المصرية؟ نعم، من المنتظر أن يلتقي بعد ساعتين من الآن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يرأس وفد مصري هام في زيارة على هامش القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار. سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. بدأ وصول أغلب وزراء الحكومة البريطانية هنا إلى داونينج ستريت في مقر رئاسة الحكومة. اللقاء سيكون عنوانه اقتصادي محض، من أجل خلق شراكات اقتصادية بين المملكة المتحدة وجمهورية مصر العربية. نعم. من الأكيد كذلك أنه سيتم مناقشة دور تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا والاستثمار كذلك، على اعتبار أن الرئيس المصري حاليا يرأس الاتحاد الإفريقي، هذا ما لحد الساعة بحسب التسريبات ما تم الكشف عنه. شكرا جزيلا لك محمد الفنيش مراسل الغد، كنت معنا من لندن.